وقع هذا القرار على الشارع الرياضي العراقي وتأثيره على استضافة العراق لبطولة كأس الخليج 25. لا شك كان خبر رائع ومؤلم وصادم وقيد الأمل الكبيرة في الأوساط العراقية سواء الرياضية والاجتماعية وحتى رد فعل وزارة الرياضة العراقية والاتحاد العراقي لكرة القدم، هل هناك تحركات لإلغاء هذا القرار؟ بلا تأكيد هناك أيضا حتى مناشدات لدولة الرياضة رئيس الوزراء يوم أمس وزير الشباب والرياضة العراقي قطع زيارته من الناصرية وعاد إلى العاصمة بغداد لأن تحركات تجري لإقناع الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي وتقديم تعهدات حكومية على أن بغداد آمنة وجاهزة لاستضافة المباراة. حتى لو كان في بلد محايد، يعني يفترض انه العراق هي يعني هي من تحدد هذا الملعب. هذا ما زاد الطين، احنا بالعراق نقول زاد الطين كله انه قرار النقل وان الاتحاد الدولي هو من يختار البلد المحايد. طيب لماذا؟ ما الذي يجبر؟ ما الذي حدث تحديد السؤال؟ ما الذي حدث؟ منتخب الامارات يحضر الى بغداد وشهد المستقبل وقدم العراق وجاهزيه الملعب وجميع الامور تكون الاتحاد الاسيوي والاتحاد الدولي بمكيالين. فقط العراق من تحدث بها تبع حوادث أرض جميع الخليج مرة حوادث مشابهة تحدث في الإمارات وبقية دول الخليج.